الآن أعلنت الأمم المتحدة مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة المناخ الدولية التي تعقد غدا الاثنين بالمقر الرئيسي للمنظمة بنيويورك في إطار اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة بالأمم المتحدة. ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة أمام القمة يعرض خلالها وجهة نظر مصر وإفريقيا والدول النامية إزاء تغير المناخ الذي يعد من أخطر القضايا لما يمثله من تهديد مباشر للعالم بأسره، بما يحتم رفع مستوى الطموحات والتعهدات في التصدي لها. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن البورصة السلعية ستسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية للتداول. وأضاف مدبولي خلال اجتماع عقده لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية في مصر أن أهمية إنشاء البورصة السلعية في مصر تتمثل في حماية صغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، كما يدفع إنشاء البورصة السلعية نحو خلق شفافية في التسعير وبالتالي المساهمة في خفض التضخم الناتج عن تذبذب أسعار السلع. وصلت عدد من الوحدات المصرية للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري الموج الأحمر 2 بالمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر. يأتي ذلك التدريب الذي تجربه تشكيلات من القوات البحرية المصرية والسعودية بمشاركة كل من الأردن وجيبوتي والسودان واليمن، والذي يستمر لعدة أيام بالسعودية في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو جديد في أساليب القتال البحري للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي. يبدأ الرئيس الإسرائيلي رأوبين ريفلين مساء اليوم مشاورات مع رؤساء الأحزاب لتسمية الشخصية الأكثر حظاً بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة المقبلة. من جانبها أكدت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن الرئيس سيجري هذه المشاورات اليوم وغداً، وسيعلن عن قراره بعد تسلمه النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات يوم الأربعاء المقبل. رياضيا، وفي الليغا تقام اليوم 3 مباريات ضمن منافسات الأسبوع الخامس، ففي هذه الأثناء يستضيف فالنسيا فريق ديبورتيفو ليغانس، وفي 6:30 مساء يلتقي أتلتيك بيلباو فريق ألافيس، وأخيرا في 9 مساء يحل ريال مدريد ضيفا على إشبيلية.